شهدت عملية تسجيل العلامات التجارية بالإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية بوزارة الصناعة والتجارة تراجعا ملحوظا العام الجاري بنحو 61% مقارنة بالعام الماضي. وأكد تقرير صادر عنها أنها تلقت 2842 طلبا لتسجيل علامات تجارية مقارنة بالعام الماضي التي بلغت طلبات تسجيل العلامات التجارية فيه 4593 طلبا مسجلة انخفاضا قدره 1700 تسجيل. ضبطت الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة ما يزيد عن نصف مليون ريال من العملة الوطنية المزيفة معظمها من فئة 1000 ريال منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري. وأكد مركز الإعلام الأمني أن أجهزة الشرطة في أمانة العاصمة احتجزت عددا من مروجي العملة المزيفة خلال الأسابيع الماضية، كان آخرها احتجاز مروج عملة وطنية مزيفة يبلغ من العمر 40 عاما، وبحوزة المتهم عملة وطنية مزيفة من فئة 1000 ريال تحمل رقما تسلسليا واحدا. وأكدت إحالة المتهم مع المضبوطات من العملة لإجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات الرادعة. بعد أن سجل ارتفاعات استمرت 13 عاما متتالية، فقد الذهب بريقه للعام الثالث على التوالي العام الجاري مسجلا خسارة بلغت 9%، لينخفض من 1184 دولارا للأوقية العام الماضي إلى 1073 دولارا فقط للأوقية. ويتوقع مراقبون أن يواصل الذهب مزيدا من الانخفاض خلال العام الجديد 2016، وكان الذهب قد تكبد خسائر بنسبة 4% خلال العام 2014، وأنهى العام 2013 على أكبر خسارة تاريخية هي الأولى منذ 23 عاما بلغت 28% من قيمته. يتجه النفط لتسجيل خسائر قاسية في الأسواق العالمية للعام الثاني على التوالي، ليكون مع نهاية العام 2015 قد بني بتراجع تجاوز 70% مقارنة بالمستويات التي سجلها في منتصف العام 2014 والتي كانت فوق 100 دولار. وهبط سعر الخام الأمريكي غرب تكساس من 52 دولارا و69 سنتا بداية العام الحالي إلى 37 دولارا و60 سنتا متراجعا بنحو 28%، كما سجل مزيج برنت خسارة فادحة وهبط من 56 دولارا و42 سنتا بداية العام إلى 37 دولارا نهاية العام الجاري.